أخيراً كلمة حضرتك ممكن توجهها لشباب مصر؟ لشباب مصر أن يحاولوا يتبادلوا الحوار بينهم وبين بعض، يتعلم أكتر من اللي هو بيشوفه في الجامعة، ويعتبر أن أكبر كنز في حياته هو اللي هيخش في مخه. يعني طالما بيعبي مخه بمحتويات كبيرة جداً بعلم وثقافة وأبحاث، هيلاقي نفسه إن غني جداً وعنده سلاح لا يمكن يلاقيه في أي بلد في العالم. سلاح العلم أكبر سلاح موجود، وسلاح الأخلاق برضو أكبر له. وأتمنى إن كل المصريين الشباب إن يكون أملهم الكبير إن يوصلوا لمراكز عالية، يوصلوا لنتائج عالية، وإن آخر وأهم حاجة في حياته إن مصر هي الأساس لأعماله كلها اللي يقوم بيها، وإن مصر هي بلده ووطنه، ولازم يفكر باستمرار إزاي يعمل شيء يخلي بلده تتقدم في جميع الأنحاء.